العالم كله للأسف يعني ضد العالم العربي، وهم عشان سقطوا العالم العربي لازم تسقط مصر، وبدل مصر مقاومة يبقى العالم العربي يعتبر لسه حي، والعالم الإسلامي برضه لسه حي. عشان كده أنا شايف من سنة 2013 بخبرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجوده في إدارة المخابرات لأكثر من 30 سنة، وكان بيعمل في فرع المعلومات في إدارة المخابرات ثم فرع المعلومات في الوزارة، فالدراسة اللي هو درسها من ناحية إيه هي العدائيات وإيه هي الخطط بتاعة العدائيات ضد مصر وكيف تواجه هذه العدائيات. وفعلا زي ما قلت لك محمد إن العلاقة بين دول العالم للأسف ما فيش أصدقاء للأسف، ووصلت الأمر حتى كمان بين الدول العربية بقت برضه دول مصالح. يعني الواحد كان وهو صغير بيفتكر ان الدول العربيه يعني المفروض تبقى كلها مع بعض ويبقى في تسامح وفي تنازل، انما الاتصالات والمدنيه اللي حصلت في العالم خلت كل دوله بتبص لمصلحتها الرئيسيه وتقف مع الصديق لمصلحه دولته، وزي ما قال تبادل المصالح او ان احنا الاثنين مشتركين مع بعض هدف واحد. ففعلا اللي عمله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع قبرص، التعامل مع اليونان ورسم الحدود عشان يأمن الحدود الشرقية والحدود الشمالية، رسم الحدود مع السعودية عشان يأمن برضه الحدود في البحر الأحمر بهدف إنه يستقطب الشركات الكبرى البترول إنها تيجي تستكشف. يعني الناس كلها بتتكلم تقول لك في بترول في ليبيا وفي بترول في السعودية وفي مصر. وطبعا الكلام ده كله طبعا محتاج تأمين ان الشركات الكبيره تيجي، فالامن القومي بتاع الدوله انك انت تأمن كل مصادر الاقتصاد جوه الدوله. يعني مثلا المنطقه بتاعت في الصعيد الجزء بتاع اللي مسمينه المثلث الذهبي ده منطقه جبال اللي هي راس المثلث عند قوس اللي هي جنوب قنا، والقاعده بتاعت المثلث ما بين القصير وسفاجه. المنطقة دي كلها للأسف من 100 سنة 200 سنة مسروقة، يعني في ذهب في تنتانيوم في تنتاليوم في كبر في زنك في تيتانيوم، العناصر النادرة الموجودة في العالم كلها، في فضة موجودة في هذه المنطقة. المنطقة دي كلها نتيجة عدم وجود التأمين من القوات المسلحة بجد، والأرض دي كانت متروكة للأسف كانت بتتسرق بجماعات خارجية وتهم. وبالتالي دي من فعلا المعتبر دي من أكبر الحسنات اللي اتعملت في مصر من سنة 2014 لغاية النهاردة، إن إحنا كيف نؤمن هذه المنطقة. الأول اتعمل لها هيئة اسمها هيئة تنمية المثلث الذهبي. نمرة اتنين القوات المسلحة حطت إيديها على هذه المكان بالكامل بحيث إن تولي كل المخربين وكل المهربين، ويوميا في قتلى من هذين المخربين دولت، بحيث إن إحنا أنا برأيي مصدر الاقتصاد المصري في الخمسين سنة القادم جاري من المثلث الذهبي. ليه؟ لأن العناصر بسعر غالي وكانت بتجيبها من مصر، وفعلاً يعني ده اسمه الأمن، الأمن القومي. فعشان أعمل أمن قومي لازم يعني مصادر الحياة بتاعتي في البلد أو أسيطر عليها وأمنعها من التهريب، وفي نفس الوقت أمنت الحدود بتاعتي. فلما أمنت الحدود مين اللي أمن الحدود؟ القوات البحرية، يبقى لازم أجيب قوات تأمن هذه الأماكن، فبالتالي البحرية بتاعت مصر عصاراتها كبيرة جدا، وممكن مثلا سيادة الفريق خالد قائد القوات البحرية من أسبوعين اتنقل بقى قائد قوات الاستراتيجية، ده منصب مهم جدا ومحدش خد باله من هذا المنصب. منصب القوات الاستراتيجية إن هو يأمن حدود البلد في جميع الاتجاهات بالتعاون ما بين القوات البحرية وقوات الدفاع الجوي والقوات البرية. وطبعا ده منصب مهم جدا، يبقى معنا في فكر هنا استراتيجي ان الدوله كيف تؤمن بلدها وتؤمن حدودها وتحقق الامن القومي للبلد. فالنقطه دي كلها تحتاج فكر وعاوزه استراتيجيه وعاوزه تخطيط وعاوزه شغل بهدوء. يعني طبعا في شغل كده بيتم بدون اعلان، ما اقدرش انا اعلن كل حاجه بحيث العامه تعرفها. وبالتالي انا شايف انه موضوع الامن القومي الداخلي والخارجي بيدار فعلا في الفتره الحاليه بحنكه،
وبقوة، بحيث إن إحنا نسيطر على جميع مصادر الثروة المعدنية، الثروة بتاعت مصر. لم يتطور مصر ونقدر نسيطر على مصر ونقدر نجيب الأموال المطلوبة لتطوير البلد إلا لما أمن المصادر بتاعتي. ففعلا تأمين مصادر البترول، تأمين مصادر الغاز، يعني في خلال مثلا 4 سنين اللي فاتوا اتعمل 99 اتفاقية، 99 اتفاقية ما بين مصر وما بين دول شركات بترول كبرى عشان التنقيب عن البترول والغاز، وباستثمارات 17 مليار دولار. يعني هم استثمروا 17 مليار دولار عشان يعملوا عملية استكشاف. وطبعا ده تأمين. النهارده الذهب بدأ يطلع في منطقة السكري والمناطق الأخرى، وبدأت مصر يبقى لها جيل مادي من استخراج الذهب من هذه الأماكن. الرمال السوداء، الرئيس لسه مجتمع من 15 يوم كيف نعظم الحصول على المكونات الموجودة في الرمال السوداء. الرمال السوداء دي موجودة من عند كفر الغيزل، عند كفر الشيخ شرق فرع رشيد لغاية ما نوصل لغاية بلطيم. الرملة دي كلها فيها عنصر اسود كده، وكانت للأسف بتستخدم رمل عادي وتتبني بيها عادي، والناس كانت بتسرقها. النهارده اتعملت شركة وطنية للرمال السوداء، بحيث ان احنا كيف نسيطر على هذه المكان ونستخلص من هذه الرمال المكونات النادرة، فيها يورانيوم، فيها تنجستون، فيها ايرون، بحيث ان هذه العناصر النادرة اخدها واستغلها بدل ما هي مرمية. فاذا الفكر الاستراتيجي كيف تعظم العائد من الثروة اللي عندك جوه بلدك، وكيف تعظم العلاقة مع بين الدول الخارجية بحيث ان الدول الخارجية تعمل لصالحك ولصالح تأمين بلدك. ففعلا النجاح اللي تم مع روسيا والنجاح اللي تم مع فرنسا والنجاح اللي تم مع الصين في فترة معينة، كل ده النجاحات دي كلها هدفها الرئيسي مصلحة مصر رقم واحد. فيعني دي نقطة مهمة جدا، وأنا شايف إن يعني إن العنصر البشري ولادنا الصغيرين لما في الجامعة لو يقدروا يفهموا هذا المفهوم ويبقى المفهوم الاستراتيجي ده عندهم بدل تضييع الوقت في اتجاهات أخرى، ويحسوا إن العنصر البشري أساسا هو المسؤول عن تأمين البلد. يعني لازم نتعلم ولازم نمتلك التكنولوجيا ولازم نمتلك المعلومات، لأن طبعا حتى الآن احنا كتير جدا حاجات كتير جدا بتستورد. يعني جميع معدات الوسائل البناء والمواصلات حتى الآن بتستورد بنسبة 95%. دي مشكلة. الخطوط الإنتاج اللي موجودة في المصانع كلها بنسبة أكثر من 85% برضه مستوردة. لازم احنا كمهندسين، الفكر بتاع المهندس هو اللي هينمي هذا البلد. المهندسين لازم يتحركوا في ان احنا نتجه يعني طبعا مع المستثمرين هياكل بحثيه وهياكل تنظيميه، ان احنا نخلق جيل من المهندسين مصممين زي المهندس المعماري والمدني اللي هو بيصمم معمار وبيصمم مباني. انا لازم اوصل للمهندسين اللي هم بيصمموا ان احنا نصنع المعدات الميكانيكيه، نصنع المعدات الهندسيه، نصنع المعدات الالكترونيه، نصنع خطوط الانتاج، نصنع وسائل المواصلات، لان طبعا كلها مستورده. فدور المهندس هنا دور مهم جدا، وان احنا كنقابه لازم ننادي الحكومه ان لازم تنشا زي ما كان موجود في الهرم اللي هو مركز تصميمات. لا لا، المكان يعني كل المراكز اللي كانت موجوده في التصميمات ضاعت في الفتره بتاعت الخصخصه. لازم احنا نصمم. لو عملنا تصميم خلاص هننجح. تركيا سبقانا في الموضوع ده للاسف، ان بقى دخلت في مجال التصميم وبدات تصمم تبيع خطوط انتاج للخارج. فدي نقطه مهمه جدا. يعني مثلا لما تيجي تتكلم مثلا كمثال في شركه اودي اللي هي بتاعت الاسمده، انشانا 7 مصانع اسمده في خلال مثلا ال 12 سنه اللي فاتوا. كل تصميم بيجي لشركه اودي اللي بيعملوا لك هو نفس التصميم، يعني نفس الخط اللي موجود في حلوان هو اللي موجود في موكو، هو اللي موجود في ابوير، هو اللي موجود في المصريه كربون. بس كل مره بتعمل معاها عقد بياخد كام؟ 350 مليون دولار قيمه التصميمات، قيمه الرخصه. هو ده الفكر، بيجيب لك 350 مليون دولار من الناصين. احنا كمهندسين فعلا لازم يبقى يعني اساس شغلنا ان احنا كيف مع الدوله
ان احنا ننشئ الهيئات التصميميه التي تجعلنا ان احنا فعلا نخترق مجال التصميم ونكتفي ذاتيا ان احنا نصمم المنتجات بتاعتنا. ده امن قومي، امن مهم جدا. فكره نعمل احنا في قوات مسلحه للاسف لما كنا في البحوث احنا نجحنا ان احنا نعمل حاجات من اي تو زد، يعني انا مع الناس معايا من اي تو زد. طب ازاي انا اعمل معده تسليح معقده جدا 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 واصممها واصنعها وانا مش قادر اصنع العربيه، مش صنع الموتوسيكل او صنع العجله؟ يعني العجله مستورده والموتوسيكل مستورد، يعني ازاي؟ يعني ازاي؟ لما القدره موجوده لازم الانسان موجود. يعني بدون ذكر طبعا انا اقسم بالله دخلنا في حاجات اتعملت ودخلت الخدمه واستخدمت وتحط بالصدر تم تصديرها. يبقى اذا الانسان المصري قادر ان يدخل يقتحم ويعمل، والامكانيات الموجوده في البلد الانتاجيه والبحثيه قادره انها تعمل لك الايه؟ الحاجه اللي انت عاوز تعملها. اذا يعني دي نقطه. انا يعني مثلا متخيل ان انا بكون في هيئه اسمها هيئه التصميم، يبقى بنجيب مجموعه من العلماء المهندسين والمقاطرين، يبقى المجموعه دي 20 30 40 مهندس، مسؤوليتكم تصمموا عربيه وتصنعوها، مسؤوليتكم تصنعوا قاطره، تصنع محرك العربيه. حتى الان ما بصنعش محرك العربيه. قرار سياسي نعم؟ ده قرار سياسي. لا قرار سياسي مع فرد. لا 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 ولا حاجه، اقسم بالله ما كانش قرار سياسي. انا بقى انا بقول لك انا مخاطب بخصوص القوات السلاحه، ما يخص سلاحه عامل الجماعي تاخد الفكره تعرضها على مشير غزاله او مشير حسن قنطاوي، يبقى الفكره تيجي من تحت ما تجيش من فوق، تيجي من تحت، تيجي من تحت، بس في عزيمه وفي اورجنايزيشن وفي فكر وفي الراجل بيستلم منك الفكره ويديك التمويل المطلوب ويقول انت تشتغل، بس اشتغل تيم ورك. احنا مشكلتنا في ان احنا ما بنشتغلش تيم ورك. ايوه انما لما جبت تيم ورك احنا كنا بنشتغل مثلا 20 30 واحد، بس 20 30 واحد مخلص ومع بعض وفي راجل اورجنايزر بيحرك ال 20 واحد. هنا الكلام ده في القطاع المدني لازم يتم هذا الكلام. لازم مفتقدين الحته دي يا دكتور. ما لازم مفتقدين حته الشغل الجماعي دي مع الاسف كل المؤسسات حتى الوقت، يعني الشغل الفردي، العمل الفردي هو اللي مفروض. المفروض ان القاره والمهندسين يتبنوا هذا الموضوع، ما تقولش قرار سياسي، مش قرار سياسي. السياسه عاوزه كل حاجه تشتغل بس نفس، محدش قال الكلام ده. بالعكس ده قرار سياسي كل حاجه، لك تعميق المكون المحلي، تعميق المكون المحلي، تعميق التصنيع المحلي. اقرا كل ده. عايز هو يقول له عادي تعالى دي اعملها، هو بيقول لي اعملها بس ما واجهليش شخصيا، وكل الشعب واقف كده مستني حد يقول له غلط. حتى المدرب مين يتكلم؟ استاذ الحضرتك اذا سمحت ممكن بعد اذن حضراتكم بعد اذن حضرتك محمد سياده اللي هو محمد.